السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول تاي مسموع نقدم لكم نصائح للمتزوجين. اوعي تكوني بتعملي كده. نصيحة للزوجة: احرصي على أن تبتسم ابتسامات جميلة، لأنها من أكثر الأشياء التي تجذب انتباه الرجل إليك. كما أن المرأة عندما تكون مبتسمة تزيد جاذبيتها أكثر، وتجعله يشعر بأنها ترسل إليه السعادة والتفاؤل. كما أن الرجل يحب الحديث أكثر للمرأة ذات الوجه البشوش، ويشعر معها بالثقة أكثر. نصيحة للزوج: يا من هجر زوجته، ابتسامة وكلمة حنان كفيلة بعودة زوجتك إليك وانعطافها عليك. الكريم لا يبخل على أهله ولا ينتقم من زوجته. نصيحة للمتزوجين: شريك الحياة ليس أحد أطفالك حتى تمني عليه ما تريدون من الأوامر والنواهي، فانتبهوا لذلك. نصيحة للزوجة: لا تعاتبيه ولا ترفعي صوتك عليه أمام الأولاد أو في الأماكن العامة، ولكن أخرى أخري ذلك إلى خلوتك به، وانتظري حتى تهدأ نفسه ويسكن غضبه، وخاطبيه بصوت منخفض وكلام مؤثر وعتاب المحب فيستأثر ويستجيب. فالرجل ذو أنفة لا يناسبه غالبا إلا هذا الأسلوب، وكثير من النساء تفقد زوجها لجهل هذه الحقيقة. نصيحة للزوج: لا يمكن لزوج تجري دماء الوفاء في عروقه أن يسمح لأحد كائنا من كان أن يغتاب زوجته أو يمس سمعتها بسوء وهو حاضر. نصيحة للمتزوجين: أخي الزوج، أختي الزوجة، إن احترامك لمشاعر شريك حياتك كفيل بأن يقربك منه ويقوي من الألفة والمودة بينكما، والتي تعتبر من أساسيات بناء علاقة زوجية متجددة ومستقرة. نصيحة للزوجة: إن حق الزوج على زوجته عظيم، فينبغي للمرأة أن تعرف حقه وتدين له بالسمع والطاعة في غير مخالفة للشرع. نصيحة للزوج: رفقا بزوجاتكم، وتجاهلوا كل العيوب، وأنعموا حياة بحياة سعيدة. الزوجة الصالحة نعمة من الله، فاشكروه على ذلك. نصيحة للمتزوجين: مبادرتك للاعتذار من شريك حياتك عند وقوع الخطأ يرفع من قدرك ولا ينقصه. نصيحة للزوجة: يحب الرجل المرأة المهتمة بنفسها وبأناقتها وجاذبيتها دون إفراط وتكلف، لذا يجب على المرأة أن ألا تهمل نفسها بقيامها بأعمال المنزل دون النظر إلى تحسين مظهرها، باتباع الأساليب البسيطة التي تجعل من الرجل دائم التقرب منها.